السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قناة المهندسة الزراعية للمختصر والمفيد لزراعة الخس. الخس النهاردة احنا كلنا عارفينه وطبعا غني عن التعريف، هو بيستخدم بيتاكل كده او بيتعمل كسلطة، وفيه فيتامينات واملاح وحاجات كتيرة جدا بتفيد الجسم. الخس من اسهل النباتات اللي ممكن الواحد يزرعها في البيت او في البلكونة، يعني في القصيص حتى برضه بتدي شكل حلو البلكونة، حتى لو الواحد ما عندوش أرض يزرعها. هو يعتبر من النباتات اللي هي مهملة، يعني مش محتاجة عناية ولا مجهود نهائي. في منها بتزرع بيه البذور، وفي النهاردة هنزرعها عن طريق اللي احنا نقص راس بتاعة خاصة قديمة ونحطها في المية، وإن شاء الله هنشوف مع بعض إزاي بتتعمل. ولما بتبقى تطلع ليها الجذور بنزرعها. طيب لو احنا اتكلمنا عن التربه، احنا زي ما انتم شايفين هنا التربه هي لازم تكون جيده الصرف والتهويه، وفي نفس الوقت لازم تكون غنيه، يعني لو نحط لها كومبوست يبقى كويس، وهو الخاص من النباتات اللي بتحتاج النيتروجين والفسفور، وطبعا ممكن نحط لها الان بي كي او الاسمده الطبيعيه. طيب احنا ممكن الخاصه هي ديت، احنا شايفينها هي في الارض هي، احنا ممكن بقى نشيل الورق بقى منها ونسيب الراس والساق في التربه، هتجيب لنا ورق جديد، يعني ما نشيلش الخاصيه كلها من التربه زي ما احتوا شايفين. طيب احنا لو كلمنا عن الوقت المناسب لزراعه الخاص، هو بيحب الجو الساقع، يعني هو الحر والحر الشديد ما ينفعش معاه خالص، لكن ومع ذلك برضو لازم ياخد من الشمس 6 ساعات من الشمس طبعا علشان ينمو الورق الاخضر بتاعه. طيب هو ممكن بينمو في درجات حراره من 16 ل 18، واحنا قلنا احنا ممكن نزرع بالبذور في اول دخله الشتاء، وممكن نزرعه دلوقتي، احنا قلنا هناخد راس ونحطها في الميه، عشان كده هو بيفضل زراعته في مواسم الربيعيه او الخريفيه، علشان هو بيحب اللي احنا قلنا الجو الساعة. وهو ممكن على فكرة يتحمل درجة حرارة توصل لغاية 4 درجات مئوية برضو يعيش. هو ممكن برضو يستمر معانا في الشمس، بس الخاص اللي بيبقى فيه الصيف بيبقى مر زي ما احنا بنقول، لكن اللي هو بيبقى في الشتاء زي ما بنقول بيبقى مسكر وحلو، عشان هو اصلا يحب هو نبات شتو ويحب الشتاء. طيب احنا بنتكلم على الري، هو الري هو بيحب الميه. طيب اي نبات اخضر عنده ورق كتير طبعا بيحب الميه، بس الميه تكون الري يكون معتدل زي ما انتم شايفين الخصايه اهيت، الري يكون معتدل ويكون منتظم. احنا دلوقتي هنزرعها مع بعضينا. لو اتكلمنا كمان عن الحشرات او الديدان، هو تقريبا من النباتات اللي ما بتجيلوش حشرات كتير او ديدان، بس لو في لو حصل وكده طبعا بنضطر اللي احنا بالظبط هو اللي بيجيله اللي هو الرخويات اللي هي زي القواقع والحاجات دي، فبنقوم رشين حواليها رماد الخشب علشان نقضي ايه على الرخويات. طيب احنا دلوقتي هنزرعه مع بعضينا. انا ايه زي ما انتم شايفين ادي هيت، انا جبت راس خصايه بعد ايه، وقمت حطيتها في ميه صغيره كانت عندي، وادي ايه بصوا طلعت الايه جذور اهيت زي ما انتم شايفين، دي مثلا في خلال 10 ايام تبدا ايه تطلع، وكل كل كام يوم تغيروا الميه عليها طبعا، وممكن تحطي في الميه مغذيات. ادي اهيت زي ما انتم شايفين الجذور اهيت، دي من ايه من ايه من خدت فصيله بتاعت راس خاص كانت صغيره عندي وحطيتها. بعد كده يا اما نزرعها في التربه مباشره زي هنا، او الناس اللي ما عندهاش ارض وعايزه تزرع فيه القصيص بتاع البلكونه مفيش مشكله. انا عشان كده ايه جبت قصيص وهزرعها في القصيص، علشان اللي عاوز يزرعها في القصيص برضه تبقى منظر جميل جدا لما تيجي تحطها في البلكونه او فوق السطح. وطبعا احنا قلنا التربه ديت لازم تكون خفيفه زي ما انتم شايفين، يعني فيها طين وفيها رمل وفيها كومبوست، نزودها تاني بسم الله الرحمن الرحيم. دي واحنا ولا اشترينا خاصة تاني ولا حاجة،
طبعا الخاص بيبقى فيه طبعا طالع منه فروع متصلة بالجذر، بناخد مثلا راس كبيرة، راس رفيعة، راس صغيرة، زي ما انتوا شايفين اهيت وصلت معايا لغاية فين اهيت، ونقوم زارعينها في القصيص اهيت، او نزرعها في الارض مباشرة زي ما انا عاملاها اهيت. بعد كده نسقيها عادي خالص، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أرأيت ما تحصدونه أأنتم الزارعون أم نحن الزارعون، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا هو اللي بيزرع وهو اللي بينمو كل حاجة، احنا كل الموضوع بس اللي احنا بنساعد بس النبات على النمو. والزراعة مفيش طبعا أجمل منها، وقد إيه هي جميلة ومريحة للأعصاب، وأنا دايما عايزين نشجع دايما الأطفال إن هم يتعلموا الزراعة، علشان دي بتعلمهم المسؤولية وتعلمهم الخير طبعا. وإن شاء الله زراعة الخس النهاردة، أدي الخصاية اللي إحنا زرعناها في القصيصة، ودي طبعا الخصاية اللي كانت عندي وأنا زرعاها من زمان في التربة. وإن شاء الله الفيديو دوت يعجبكم، وأنا تحت أمركم في أي سؤال عن النبات ده أو أي نبات غيره، وأرجو إن أنتم تنسينوش في اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.